تتواصل بحي القلعة بالقاهرة فعاليات مهرجان الطبول الذي تختتم فعالياته السبت، وشارك في المهرجان 43 فرقة متنوعة من مصر ودول عربية وإفريقية وأسيوية وأوروبية. وللمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري الزميل محمود جميل. يعني محمود، بعد التحية صف لنا المشهد لديك. نعم، لازلنا نتابع معكم الأجواء المبهجة يعني المرسومة على وجوه الجماهير خلال فعاليات مهرجان الطبول. اليوم ليلة فنية جديدة، وتحديدا من السور الشمالي بقاهرة المعز في شارع المعز لدين الله الفاطمي، الذي يستضيف مع غيره من الأماكن التراثية فعاليات مهرجان الطبول. الليلة ستكون هي الليلة الأخيرة في الفعاليات، ثم حفل الختام سيكون يوم السبت القادم على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين. اليوم يعني ثلاث دول يعني أشعلوا المسرح، مسرح سور القاهرة الشمالي. بدأت يعني بالفعل مصر من خلال فرقة مشوار التي قدمت مقطوعات موسيقية وأغاني، أيضا منها أغنية أفريقيا، وأشعلت الحماس مع الجمهور. ثم الفرقة الثانية وهي فرقة من دولة أندونيسيا، قدموا يعني بعض الأناشيد الدينية وأيضا ما يعبر عن دولة أندونيسيا. ثم الآن المسرح استقبل فرقة الفنون الشعبية والعربية بدولة تونس، ضيف شرف هذه النسخة، وهي النسخة التاسعة. الجمهور اليوم ما لاحظناه الجديد أن هناك عدد كبير من الجماهير من مختلف المحافظات جاءوا لحضور فعاليات مهرجان الطبول، وأيضا بعض الجماهير من الدول الأجنبية الذين وجهوا الشكر للقيادات المصرية على رعاية مهرجان الطبول وغيره من المهرجانات التي يعني ترسل رسالة سلام للعالم من خلال دقات الطبول والفنون والثقافات المختلفة. الجماهير المصرية اليوم أيضا عبروا عن سعادتهم بأنهم يقضون سهرة فنية جميلة كل يوم منذ اليوم الأول لفعاليات مهرجان الطبول. أيضا كانت هناك عروض لبعض الفرق من ذوي الهمم من المحلة الكبرى، وكان أيضا هناك تفاعل كبير جدا مع الجمهور لهذه الفرق، فبالتالي هناك رسالة سلام ومحبة، وهناك أيضا يعني تنوع ثقافي من خلال الفرق الموسيقية الموجودة المختلفة، الذين بالطبع رحبوا ب يعني وجود هذه الأماكن التاريخية الكبيرة التي استعدت لاستقبالهم، وتوجيه الشكر أيضا لوزارة الثقافة على رعايتها لهذا المهرجان، خاصة في هذه النسخة المميزة بمشاركة كل هذه الفرق الموسيقية من 18 دولة. هذه هي الصورة من هنا من داخل مسرح السورة القاهرة الشمالية. شكرا لك محمود جميل، مراسل التلفزيون المصري.